في سؤالها قبل الأخير تقول: عندما أصلي أذكر بعد الصلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير تمام 100، وأقول: اللهم اجعل ثوابها لابني المتوفى، فما حكم ذلك؟ وكذلك في صيام يوم عرفة حيث أصومه ثم أقول: اللهم اجعل ثوابه لابني المتوفى، فما حكم ذلك؟ أثابكم الله. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي الصيام إلى المتوفى، ولا أنه يهدي الأذكار التي بعد الفرائض إلى المتوفين أو غيرهم، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن يتصدق عنهم وأن يحج عنهم أو يعتمر عنهم، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد ولا يزاد. نعم.